ان شاء الله شعارنا في الفتره القادمه هو ازاي ان المواطن نعمل لصالحه تحسين الخدمه، تحسين مستوى المعيشه للفرد باذن الله، حتى لو فيها بعض المعاناه لكن بيبقى شايف الامل رايح فين عن ثقه بكل الاجراءات اللي اتخذت ان شاء الله. دورنا ان الائتلاف ده يثبت ان هو قوه، ان هو نمره واحد يكون اول واحد بيحارب الفساد في لجان تقصي حقائق، في 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 محاربه الفساد المستشري اللي احنا قلنا بالثوره عشان موجود. واحد. اتنين، يبقى عنده اجندته التشريعيه مش جايه له اجنده من الحكومه، يبقى عندنا اجندتنا، اجندتنا اللي واخده اتجاه الغلابه، اجندتنا اللي رايحه في اتجاه ضرائب تصاعديه، الاجنده اللي رايحه في اتجاه ان اللي معاه يدفع، واخده الاتجاه اللي قامت من اجله الثوره اللي هو ايه؟ عيش والحريه والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني. أدي الخمس بنود بتوع الثورتين. الشارع محتقن والحكومة في عجز جامد عندها، فإحنا عايزين نشوف آلية بحيث نعمل موازنة بين طموحات المواطن المصري وبين قدرات الحكومة، ونحاول بقدر الإمكان نحط خطة لوضع محليات سليمة علشان نحد من الفساد اللي موجود، لأن في نهب مال عام، في فساد، يعني في فساد كثير ونهب مال عام وعدم ترشيد الإنفاق. البرلمان المصري في آخر أيام من دور الانعقاد في الحقيقة كان عنده بصمات واضحة جدا في لجنة تقصي الحقائق الخاصة بموضوع القمح، وبالتالي هو برلمان عندما يريد يستطيع. هذا البرلمان وبالائتلاف اللي بيمثل الأغلبية أعتقد أنه هيكون مهموم بالمواطن محدود الدخل والمواطن البسيط في المرحلة القادمة. النهاردة أول قرار عملي بيصدر من الائتلاف، النهاردة المهندس محمد السويدي تبنى أنه الائتلاف هو اللي هيقدم الشكوى المجمعة ديت من 177 عضو للدكتور عبد العال، وده أول قرار بياخده الائتلاف، قرار مجمع بتقديم النائب الهامي عجينة للجنة المجمعة. السيدات والمرأة، خلاص